الصين عنصر جدا مهم ولاعب رئيسي بالنسبة للطلب على النفط. مثل ما ذكرتي، احنا توقعاتنا اللي أصدرناها يوم أمس لعام 23 مقارنة بعام 22 سوف تكون زيادة على مستوى يورو نير أفريج بحوالي 500 ألف برميل باليوم. التوقعات أن راح تكون أغلبها في بداية السنة مع انفتاح الصين الآن بشكل متسارع مع العطلة رأس السنة الصينية خلال أيام يزداد السفر، فالتوقعات أن تكون يعني مركزة في الأشهر الأولى من السنة. بس بلشتوا تشوفوا إشارات إلى زيادة الطلب على النفط والمنتجات النفطية؟ بالفعل، يعني احنا نراقب الموبيليتي اندكسز في الصين، سواء السيارات في الشوارع للمدن الكبيرة مثل بكين وشنغهاي واصلة مستويات قياسية، كذلك حجوزات الطائرات للطيران والسفر الداخلي، وهذا له انعكاس على وقود الطائرات بشكل كبير، الطلب على الوقود الطائرات، الطلب على الديزل والبنزين، وهم أكبر محرك بالنسبة للطلب في على النفط في الصين. ولكن بنفس الوقت الصين سجلت أدنى مستويات نمو منذ 50 عام وسجلت أول تراجع في عدد السكان على المدى المتوسط. ألستم قلقين من تداعيات ذلك على الطلب على النفط؟ احنا نعتقد ان هذه السنه ان شاء الله ستكون سنه تيرنينج بوينت او نقطه يعني تغير في منحى الانخفاض اللي شاهدناه في الصين. ونتذكر يعني اغلب الانخفاض اللي شاهدناه في الطلب على النفط والنمو الاقتصادي في الصين العام الماضي كان بسبب الاغلاقات. الصين كانت تقريبا شبه مغلقه من ابريل من العام الماضي او مايو تقريبا، فهذا سبب انخفاض كبير في الطلب على النفط. الان مع الانفتاح امس سمعنا رساله جدا مهمه هنا في دافوس من نائب الرئيس الصيني بالنسبة لانفتاح الصين، وهذا كان أعطى دايركشن للأسواق أن الصين راح تفتح بلا عودة إلى ما كان في السابق من إغلاقات. فإحنا متفائلين لكن أيضا حذرين شوية بهذا الخصوص. دعنا ننتقل إلى ملف روسيا والعقوبات وسقف الأسعار. بداية، عندكم أي تقديرات على تداعيات سقف الأسعار على الإنتاج الروسي وعلى السوق النفطية بشكل عام؟ روسيا أيضا من ناحية أخرى عم تهدد بخفض الإنتاج، في حال رأينا ذلك هل ممكن إعادة النظر بالحصص في أوبيك بلس؟ هناك بيانات متفاوتة بالنسبة لانخفاض أو حتى عدم انخفاض. يعني في ناس تقول أو محللين يقولون، شركات طبعا تتبع للصادرات تقول بأن روسيا لم تخفض صادراتها بتاتا. كل ما حدث هو أنه مجرد صار تحويل مسار الصادرات الروسية، بدل ما كانت تروح إلى الغرب وأوروبا أصبحت أكثرها تذهب إلى آسيا، وكميات شفنا كميات متزايدة في الهند تقريبا من لا شيء إلى حوالي مستوى 1,000,000 برميل في اليوم خلال السنة الماضية. الصين، أسواق جديدة مثل تركيا، فغير واضح حتى الآن تأثير وتداعيات العقوبات أو سقف الأسعار، لأن هذا دخل حيز تنفيذ مجرد من شهر. طبعا لكل حادث حديث، يعني لا ندري ماذا سيحدث تماما بالنسبة لموضوع كميات الإنتاج والصادرات الروسية، لكن احنا في أوبك وفي أوبك بلس فريق متعاون ومنظومة متعاونة أثبتت جدواها في دعم استقرار الأسواق خلال 6-7 سنوات الماضية. سوف نستمر في مراقبة كل العوامل من ضمنها طبعا عامل الإنتاج وصادرات روسيا. ممكن خفض الإنتاج مرة أخرى؟ هلأ في اجتماع للجنة الفنية بشهر فبراير، هل ممكن إعادة النظر بالإنتاج في ظل التباطؤ الاقتصادي اللي عم ينحكى عنه هنا؟ اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، طبعا يسبقها اجتماع اللجنة الفنية، سوف تعقد اجتماع 1 فبراير. هي لجنة فنية مثل ما ذكرتي بس على مستوى الوزراء، تراقب وتدرس كل البيانات الاقتصادية، البيانات المتعلقة بالعرض والطلب. طبعا موضوع السياسة بعيد عن قرارنا مثل ما ذكرنا مرارا وتكرارا، فبالتالي كل شيء موجود ومطروح. هي لجنة ترفع توصية ولا تأخذ قرار. الاجتماع الوزاري مثل ما تعرفون سيعقد في يونيو، لكن الجي ام ام سي اللجنة الوزارية هذه عندها صلاحية بأن ترفع توصيات للوزراء لأخذ أي قرار مناسب. بس ممكن التحرك قبل يونيو؟ وارد طبعا، هو بناء على توصية اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج ما يسمى بالجي ام ام سي، إذا ارتأت أنه في حاجة سوف تدعي الاجتماع، والوزراء يعني دائما مستعدون ل